أيها الأحبة المشاهدون، حياكم الله وأهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم بصائر الذي يأتيكم من رحاب مركز تكوين العلماء. رمضان شهر الطاعات وموسم القربات، ولكن بينه وبين الفتوحات والانتصارات علاقة أي علاقة؟ فقد أثبت تاريخ الإسلام أن المسلمين ما دخلوا معركة حق في رمضان إلا وكانت لهم الغلبة وأجرى الله الفتح والنصر على أيديهم. عن الفتوحات والانتصارات في رمضان وعن أسباب النصر والهزيمة نتحدث في هذه الحلقة، ويسعدنا أن نستضيف لنقاش هذا الموضوع فضيلة الشيخ وسعادة القاضي أحمد شيخنا ولمات. شيخنا مرحبا بكم. مرحبا بكم ورحمة الله. في البداية نود منكم أن تقدموا إطلالة أو كلمة بقدر ما يسمح به الوقت عن الفتوحات الرمضانية في العهد النبوي والعهود التي تبعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول أولا إن أهم ما نجتنيه وأهم ما يطل علينا في رمضان هو القرآن الكريم الذي أنزله الله في رمضان، هو أول فتح وهو آخره. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا فتح عظيم وخير كثير لا يعد ولا يحصى. ولعل رمضان أيضا أن يكون فيه جميع الفتوح وجميع الانتصارات وجميع الخير، لأن ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني ذلك أنها في رمضان، ورمضان هذه الليلة اللي فيه فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر حكيم. من ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر معركة بدر الفاصلة التي فرق الله بها بين الحق والباطل، أول نصر للإسلام يضمحل به الكفر ويولي مدبرا ويرتفع فيه الإسلام ويأتي مقبلا، معركة بدر. ثم تأتي بعد ذلك معارك أخرى وأيام أخرى إحصاؤها يضيق عليه الوقت، منها فتح مكة، ولربما كان منها يوم الأحزاب، لأنه الله تبارك وتعالى استجاب لرسوله ونصر الإسلام بدون معركة وبدون أي حيلة، كان النصر تلقائيا من عند رب العزة جل جلاله. كذلك عودته من تبوك وحطين، لأن معارك لا تنتهي وانتصارات لا تعد ولا تحصى، كلها إذا رجعنا إليها كانت في رمضان: فتح بدر، فتح مكة، كذلك وحنين من سلسلة ذلك الفتح، وما أفاء الله علينا من المال، كذلك معركة حطين عن جالوت، الزلاقة، كذلك القادسية، هذا شيء كثير، يعني القسطنطينية، الأندلس، حرب أكتوبر في رمضان، كل هذا، فتح الأندلس على يد طارق بن زياد، كل هذا في رمضان. وإذا رجعنا نأتي على كثير آخر، كل انتصار عندنا كما أسلفتم كان في رمضان. يعني بذلك أن رمضان شهر الخير وإقباله، وشهر إدحاض الباطل، وشهر إدباره. نحمد الله على هذا الفضل الذي أتاحه إلينا في رمضان، فما علينا إلا أن نفرح به ونبتهج له ونستقبله استقبال الضيف الكريم الذي حصلت على يده هذه الانتصارات الكثيرة الجليلة. جميل شيخنا، نحن دائما في هذه الأيام التي تحل فيها ذكرى بدر وذكرى فتح مكة وذكرى هذه الفتوحات نكتفي بالحديث عن التاريخ، الحديث عن أن المسلمين حاربوا عدوهم فهزموه ومكنهم الله من النصر وفتح لهم، لكن دائما لا ننظر فيما وراء النصر، يعني في أسباب النصر، في الأخذ بالأسباب، يعني نريد أن نعرف أسباب النصر
هذا النصر الذي لا يكاد يتخلف عن المسلمين في رمضان، ما هي أسبابه؟ النصر نعم. من عند الله أولا وأخيرا. نعم. لا شك أن الله تبارك وتعالى فتح لنا باب الخير، وجعل السبب هو الذي به ندخل من هذا الباب. ولا شك أن الله جل جلاله يسر لنا وأعطانا من القوى ومن الأفكار بقدر ما نستفتح هذا الباب ونفتحه. فإن استفتاحه بتقوى الله تبارك وتعالى ودعائه والالتجاء إليه، وفتحه يكون بالقوة واستعمال ما آتانا الله من قوة. يقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله يستجيب دعوتنا ويقبل إلينا بإجابته ومنه وفضله، لكنه يأمرنا أن نستعمل قوانا. يعني بذلك أن هذا الانتصار وقع بأشياء كثيرة، منها الاعتماد على الله تبارك وتعالى، وقوة الإيمان بالله تبارك وتعالى، والدعوة الموجهة إلى رب العزة جل جلاله. يوم بدر كانت عندنا 8 سيوف نتوجه بها إلى قريب من 1000 سيف، عند 1000 ضابط قوي مجرب معروف بالقوة. قريش ما ذلت منذ عزت، وكانت لا تدحضها قبيلة ولا تردها، ونحن 310، ولكن الله هزمهم لنا بإيماننا القوي واستماتتنا في ذلك الإيمان، وبدعاء الله تبارك وتعالى وبالاعتماد إليه. وكذلك وهي أهمها عدم الموازنة بيننا وبين الذين نغلبهم من الكفار والمجرمين، فذلك الذي يقع على يده النصر ومن الله تبارك وتعالى بنا علينا به. ويقول لنا جل جلاله: إن عدم الموازنة بيننا وبين الكفار أن نكون أقل منه عددا وأضعف منهم سلاحا، ذلك علامة النصر إذا اجتمع به الإيمان والاستقامة ودعاء الله تبارك وتعالى والاعتماد إليه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، جاء النصر بسبب كوننا أذلة، لا من الذل ولكن من قلة العدد وقلة العدة. فالنصر إذا أتى جعل الله في تلك العدة ما يكفي، وفي تلك وفي أولئك القوم ما ينتصر به. ولقد ويقول جل جلاله: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله. جاءت السكينة لما قللنا وولت جمالنا وخيولنا وقلائصنا تخذي لا تقبل أن تعود، فصار الصحابي كلما سمع صيحات العباس بن عبد المطلب يا أصحاب السمرة يقفز من فوق قلوصه ومن فوق فرسه ويعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبيا ذلك النداء، حتى جاء النصر. جاء النصر بالدعاء، وجاء النصر بالإيمان، وجاء النصر بالاستقامة والتقوى. هذه الآيات التي تدل على هذا لا تنتهي عن نصرنا بالتقوى أولا. وكان القواد كلما شاهد الواحد وهو يسير في الجيش بالليل بيتا أهله نائمون أخشى أن نؤتى من قبل هؤلاء، وإذا أتى أهل بيت يصلون قال: سوف يأتينا النصر من قبل هؤلاء. بصلاتنا واستقامتنا وقربنا من الله تبارك وتعالى واعتمادنا عليه وبذل جهدنا أيضا، فلا نحن نستقيم ونصلي ونضطجع وننام، ولا نحن نقوم بالقتال بدون تقوى وبدون التجاء إلى الله. فنحن نجمع بين السببين، السبب الحسي المادي وبين الجهد والقوة. وأعدوا لهم من استطعتم من قوة فاضربوه قل أعناق واضربوهم كل بنان، والسبب المعنوي الذي هو الذي به ننتصر تقوى الله تبارك وتعالى والالتجاء إليه جل جلاله، بذلك ننتصر. ولا ننسى قصة القائد الذي قال لهم: لا شك لما استعصى علي فتح قرية لا شك أنكم تركتم سنة أو عملا صالحا. فأصبح يفتش ويسأل، قال: منذ متى وأنتم لا تستاكون، أو هل تستاكون للصلاة؟ قالوا: منذ خرجنا ونحن لم نستاك. قال: بالغد
خذوا المساوك والساكوا للصلاة لعل الله أن ينصرنا بالرجوع إلى هذه السنة. رآهم العدو يساكون فقالوا هؤلاء قوم يشحذون أسنانهم سوف يأكلوا لكم. قال الله يقول المرضون انتصروا. جميل. نعم. إذن بالنسبة إذا كان الحرص حرص هذا القائد في المثال الذي تفضلتم به على لا يتجاوز القوم مندوبا أو سنة، فمعناه أن الواجبات، معناه أن الفرائض، معناه أن الأخذ بالأسباب المادية، معناه أنه موجود. نعم. أليس كذلك؟ نعم. نعم. أوكي. إذن نأخذ أنه فعلا ارتباط الانتصار والفتح برمضان فيه إشارة إلى أن مجاهدة النفس والانتصار عليها ذو علاقة وطيدة بمجاهدة العدو والانتصار عليها. نعم. جميل. هل هذا الإخلاص في العمل وكون الموسم فاضلا وكون رمضان تفتح فيه أبواب الرحمة، هل هذا يغني عن الأخذ بالأسباب وتجهيز العدة والعتاد؟ لا، إن الله جل جلاله أمرنا ونهانا ووعدنا، أمرنا بطاعته عن معصيته ووعدنا بالنصر ما أطعناه واجتنبنا نواهيه، تهلنا أوامره واجتنبنا نواهيه. أقول إنها أمور متلازمة يمشي بعضها مع بعض، لا بد أن نعتمد على ربنا وأن ندعو ربنا ونعرف قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله ينصر من يشاء، ولكن لا ننسى والعاقبة للمتقين، ولا ننسى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك أتانا التاريخ بأن انتصارنا في زمن صومنا ومخالفة هوانا وبعدنا عن ملذاتنا مآكلنا ومشاربنا، كان هذا الظرف ظرف مخالفة للهوى وهو في نفس الوقت ظرف انتصار، فعرفنا أن مخالفتنا للهوى بها ننتصر، وعرفنا أن قوانا أيضا بها ننتصر غير معتمدين عليها، فنحن علينا أن نبذل القوة بأجمعها وأن نعتمد على ربنا جل جلاله فهو المعتمد عليه، والقوة لا بد من بذلها، هذا هو عقلها وتوكل. عفوا. نعم. طيب نحن اليوم شيخنا في أمتنا في يعني في حاضرها ممزقة منهزمة حضاريا، يعني بعد كل هذا التاريخ الحافل بالانتصارات، ما هذه الانتكاسة؟ ما هي أبرز العوامل التي تؤخر انتصار المسلمين إلى يوم الناس هذا؟ نعم، نحن بعث الله إلينا هذا الرسول جل جلاله فآمن به من آمن وكذب به من كذب، نصر الله أولئك المؤمنون بما ذكرنا من الاستقامة والجد في مهمتهم وعدم الركون إلى هذه الدنيا والاعتماد على ملذاتها ومكاكلها ومشاربها، كانوا جادين ومجدين، ثياب مرقعة وسيوف معلبة وأرماح كذلك، لكن النصر أمامها وإلى جنبها وراءها. لماذا؟ لأنهم يريدون النصر. أما لما وجدنا النصر وقدنا البلاد والعبادة نسينا ونمنا وتفرقنا، فالتفرق سبب اختلافنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والسبب ذلك التفرق الاعتماد على الدنيا لأننا تحاسدنا وتباغضنا من أجلها أيام نحن لا نريدها، فلا تحاسد ولا تباغض لأن مطلوب النصر ونشهد النصر والمشهود أن تكون كلمة الله هي العليا. أما لما كان المشهود أن أكون أنا زعيما وأكون أنا والي مكان كذا ورئيس كذا، جاء التخاذل، وكما قدمنا بهذه انتصرنا وبتلك أصابنا ما أصابنا. فلو التفتنا إلى هذا التاريخ واستفدنا منه أننا ننتصر بمخالفة الهوى أولا وبالاستقامة والتقوى، نجد هنالك الوفاق وعدم الشقاق والوحدة التي بها ننتصر. نحن أكثر الآن عددا من الأيام التي غلبنا فيها الكفار وهزمنا بها الفرس وهزمنا بها الروم، نحن في ذلك الزمن أقل عددا، والفارق بين قوتنا أبعد وأكبر من الفارق بيننا الآن، لكن الآن يخصنا الإيمان والاعتماد على الله تبارك وتعالى والوحدة، والوحدة لا تكون إلا بالإيمان.
جميل. نكمل هذا الحديث عن هذه مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعود لاستكمال حديثنا عن الانتصارات في رمضان وعن أسباب النصر والهزيمة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في حلقة من برنامجكم بصائر. شيخنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن أسباب تأخر انتصار المسلمين على عدوهم، وكنتم تتحدثون قبل الفاصل عن الفرقة بين المسلمين والاختلاف والتنازع، ونحن دائما نلقي بأسباب الهزيمة على المؤامرات والعدو الخارجي ولا ننظر إلى الأسباب التي نحن يعني نصنعها أو نسهم في بقائها، ومنها مثلا هذا الذي تفضلتم بالحديث عنه من النزاع. الله جل وعلا يقول لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني هذه الأسباب التي يعني الأسباب الداخلية، الأسباب التي تخصنا، أود من فضيلتكم يعني مزيدا من الحديث عنها. نعم، أقول إنه بالمقارنة بيننا مع هذا الماضي الذي يجب علينا أن نرجع إليه وننظر إليه ونتناول الحديث عنه لنتشبث به، إننا نحن نفقد الشعور بالذات، وهذا يبدأ من كل شخص في نفسه. كل شخص في نفسه يقول أنا لا أنفع إذا كنت مع الإسلام والمسلمين وانتصرت لله، ولا أضر إذا التفت إلى جانب آخر، أنا أعزل أنا ضعيف. هذا عكس ما كان عندنا، كان الرجل يمشي في جيش المسلمين وهو ضعيف جدا، لكنه يعرف أنه يزيد سوادهم ويعمل بكل ما يستطيع أن يعمل، حتى المرعى تسقي العطشة وتداوي الجرحى وتعمل طاقتها، وإذا قويت على القتال قاتلت كنسيبة وكأم سليم مسلمة ملحانة وأم حرام أختها، هكذا كان كنا. عبد الله بن مسعود ما كان مشتهرا بالقوة ولا بالنجدة ولا بالضرب في معاني الحرب، لكنه لم يتخلف. أبو هريرة لم يتخلف، هنالك الرجال الأقوياء يتقدمون والضعاف أيضا يتقدمون، ولكل مساهمته، والله قسم المنافع بين الناس، فمنهم من كانت موهوب مكان الموهوب الذي وهبه الله تبارك وتعالى العلم، ومن من أعطاه الله الرأي، ومن من أعطاه الله القوة والشجاعة، كل هذه منافع أودعنا الله إياها اختبارا لنا، هل نعملها في أن تكون كلمة الله هي العليا أو ننام ونصبح. أيضا سبب آخر هو عدم الشعور المسؤولية. لا، ترى العالم فينا الآن يعلم ولكنه لا يشعر بأن عليه مسؤولية أخرى، هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تحريض المسلمين على التوافق والتماسك والطموح إلى أن تكون كلمة الله العليا، وكأننا قانطنا من أن تكون لنا كلمة، ويئسنا من أن تكون لنا قيمة واعتبار، رضينا بالمذلة والهوان، وهذا لا ينبغي لمثلنا. فإذا ذكرنا أننا أحيط بنا فقد أحيط بنا قبل ذلك، والله ناصرنا ونصرنا. لا شك أن المسلمين يوم الأحزاب كما يقول الله تبارك وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون لا تظنون، هذا لا شيء أكبر من الإحاطة. هؤلاء بقدراتهم وحسب المظنون أنهم لا ينفلسوا من أحد، أنهم يحصدون حصدا. لما جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وابن رواحة إلى رسول الله بعدما كانوا يستخبرون اليهود بني قلاة هل هم مع الكفار أو معنا، وعرفوا منهم أنهم متحالفون مع الكفار وأنهم أعداء لنا، وقد قال لهم الحنوا لي لحنا، يشير عليه إشارة خفية، فقالوا يا رسول الله عضر والقارة، تهلل وجهه وضحك وعرف أن النصر جاء، لأن الناس كلها أصبحت يدا واحدة علينا، وكلما اشتد الحال وضاق الخناق علينا أن نشعر بأن النصر آت من عند الله بشرط واحد، نكون
مستيقظين منتبهين داعين ربنا لاجئين إليه. أما أن يشتد الحال ونكون متفرقين نائمين ليس منا من يظن عليه مسؤولية يسأل ماذا وقع في مكان كذا وفي مكان كذا ولا مسؤولية عليه لا جهد يبذل فهذا هو سوء التخاذل. ولا ننسى أن الحيلة في هذه الأمور والتخطيط من أهم الوسائل. بها تميزنا عن البهائم، إحنا القوة العضلية تشترك معنا فيها البهائم، لكن العقل والحيلة والمكر إذا استطعنا أن نستعمله بصفة مناسبة لا ظلم فيها فهو كذلك. عمر بن الخطاب يرسل إلى سعد بن أبي وقاص يوم القادسية إن قرية تسمى الأبلة للفرس يأتي منها مدد الكفار، فإذا احتللناها قطعنا ذلك المدد. بعد جلس عمر ولم يأتيه النوم في الليل يبحث عن الرجل، ولا يبحث عن رجل قوي ولا مخطط، يبحث عن رجل يجمع بين ذلك وذلك، تقي ورع متواضع قوي نشط ذكي مجرب. فوجد عتبة بن غزوان الحارثي مازني حليف قريش قال وجدته، فأعطاه 310 رجلا تفاؤلا بأهل بدر. فلما قرب من الأبلة عمل حيلة، قال يمشي كل فارسين أو كل اثنين متباعدين ليظن الناس أننا كفر، وجعل الصغار والناس الضعاف أعطاها مساحية تثير الغبار لئلا يعرف الناس على يديها رأوا غبارا كبيرا ممتدا من مكان كذا إلى مكان كذا. فلما رأوا هذا قالوا هذا جمع هائل لا طاقة لنا به، فخرجوا وهربوا وتركوا لهم القرية بدون أي قتال. وكان هو الذي بنى البصرة، هو الذي وعتبة بن غزوان سليل غزوان بنى لما بنى البصرة تلك الحسنة وجدوا مار الأرز ما كانت العرب تعرفه، وجدوا زنابيل فيها حب ما عرفوا شنو، وقصة طويلة. هذا هو من هذا من أمثلة الحيلة. ومن أمثلة أيضا تهلل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحه بكون اليهود تألبوا مع العرب علينا بأن نصرى حن علينا الآن أن نرجع إلى ربنا وأن نفرح انتظارا للنصر الذي يأتينا من عند ربنا، وعقدك القلب على جميلياتك حسن الظن بالجليل. جميل. نعم. وأنا لاحظت أن التوجيه النبوي دائما في هذا الباب يعني يلقي بالمسؤولية على المسلمين، لا يسلطن الله عليكم الوهن. حين فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوهن اللي هو سبب الهزائم يعني هو حب الدنيا وكراهية الموت، والعدو الخارجي الذي يتربص بنا نحن من يمهد له. فما دام التماسك موجودا في ظل يعني المعاني التي تحدثتم عنها فلن يجد العدو إلينا سبيلا، أليس كذلك؟ نعم. نعم. هناك يعني موضوع آخر أود من فضيلتكم أيضا حديثا عنه، ما يتعلق بعلاقة العدل ويعني والشورى ومحاربة المنكر داخل مجتمعات المسلمين، علاقتها بالتخطيط للنصر أو بالبحث عن إقامة أسباب النصر. إنه سيد قطب رحمه الله في تفسيره وقفت له على إشارة لطيفة يقول فيها أن يذكر أن النصر قد يبطئ لأن الباطل الذي تحاربه الأمة لم ينكشف زيفه، فيؤخر الله النصر ليتكشف الباطل عاريا، وهذا قد نجد له بعض الأمثلة من واقعنا. فيعني ما هو رأي فضيلتكم في هذا؟ هذا جميل جدا. أنا لا ننسى أن الله تبارك وتعالى يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى آخر الحديث. قالوا آل يهود والنصارى، قال فمن؟ أولئك مرت عليهم فترة هم شعب الله المختار، ولكنهم جاءتهم الفترة التي فيها أذلهم الله ولعنهم و صاروا إلى ما صاروا إليه. فنحن لا بد أن نحرص على أن ننتقل إلى ذلك الوقت الذي يقع فيه بنا مثل ذلك. لا شك أن علينا أن نصحح
نفوسنا في الداخل قبل أن نواجه الخارج، ونواجه الخارج بدون، فلا نحن ننسى عداوة العدو من الخارج، لكن قبلها لا ننسى عداوة العدو الشيطان الرجيم وشياطين الإنس الذين يتخللون لنا يتخللوننا. ودليل ذلك وشاهده ما فعل صلاح الدين الأيوبي لما أراد أن يغزو الروم، لما أراد أن يغزوهم قال لا بد أن أصحح وسطنا قبل أن أصحح خارجنا، فقاتل الذين يمرقون والذين يحولون بيننا وبين الجهاد، يشقون الصف حتى أصلح الأمة وبذلك انتصر في الخارج. فلا نأخذ يدا شلاء تحتاج إلى الدواء نريد أن نضرب بها، بل نداويها ونضرب بها. فلا نحن نداويها لتأخذ اللقمة وتتناول الملذات والشهوات، ولا نحن نتركها مريضة. نداويها لماذا؟ نصحح وضعنا لماذا؟ هل نشرب ونأكل ونمشي في الباطل؟ لا، نصحح وضعنا لنواجه به الكفر. نحن منذ أمر الله الملائكة بالسجود لآدم وامتنع إبليس على شقين، شق الأنبياء رسل الله وأتباعهم يقودونهم إلى جنة الله وإلى ما فيه مصلحة الدنيا قبل ذلك، وشق الشيطان الذي يقود أتباعه إلى الخذلان ونار الله. نعم، الكفار لا يتناولهم من قبل من قبل الأمور التي تضيعهم لأنهم جنده، يريد أن يصلحهم فلا يحتاج إلى أن يفرق بينهم ولا أن يشتت شملهم، ويريد أن يفرق نحن الذين إذا تفرقنا خذل الإسلام بذلك، ويريد أن يقويهم هم الذين إذا اجتمعوا كان ذلك سبب في خذلان الإسلام، لكن نحن نريد غير ذلك وإلى ربنا نلجأ. والله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، علينا أن نداوي أمراضنا ونصلح نفوسنا، ولكن نداويها لنوجهها إلى عدو الله لإعلاء كلمة الله. نحن الآن صرنا بعضنا يكيد بعضنا وبعضنا يظن بعضنا ظن السوء، فإذا رأيت رجلا يصلي قلت ما هذا إلا مراعي، وإذا رأيت رجلا ضعيفا قلت له. هذه أمور وصف الله بها المنافقين كلهم، وصفهم بالرياء وبالبخل، تلك الأوصاف نداوي منها نفوسنا. ولا بد أن نعرف أن علينا أن ننقي وسطنا من تلك المعاصي التي جرت إلى هذا الخذلان. وتقدم أن قلنا إن الرجل الذي قال لهم استاكوا لا شك أنه لم يجد حراما معمولا به، ولو وجده لقدمه بالذكر والنهي. نحن لا بد أن نصلح نفوسنا حتى نستقيم. ويقال إن الزمن الذي به ننتصر على اليهود كما جاء في الحديث الصحيح، تقاتلكم اليهود وتسلطون عليهم حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. جميل. في ذلك الزمن الذين يصلون بالصبح مثل أو أكثر من الذين يصلون الجمعة، لأن لا ننام عن الصلاة. نعم. يعني هذا الإصلاح الداخلي ذكرتم في بداية الحلقة أن القرآن هو أول هذه الفتوحات. القرآن يعني ما علاقة التغيير الذي يتحدث عنه القرآن في أكثر من آية، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني ما علاقة هذا التغيير بالإصلاح الذاتي أو الداخلي الذي تفضلتم بالحديث عنه؟ ما ذكرت أهم شاهد له الآية الثانية التي ذكرت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا رأيت قوما ظلموا وفعل بهم وفعل، فانظر إلى أعمالهم قبل ذلك، تجدهم كانوا أهل طغيان وأهل معاصي وأهل رضا بالمعاصي. أشد ما يكون هي المعصية إذا فعلها صاحبها ذليلا حقيرا مختفيا بها، ليست كمعصية يعملها جهارا نهارا أمام الملأ ولا ينهى عنها. وهذا هو الذي يسلط به الله الأمراض ويسلط به العدو ويسلط به ويسلط. لا بد أن تكون السلطات مراقبة لشعوبها لا تترك المعاصي تقوم. إذا شاع في أرض فساد ومنكر وليس بها ناهم مطاع وآمر ففر، ولا تصبح مقيما ببلدة يموت بها عرف وتحيا المناكر. كل هذا يأتي
من عدم التناهي عن الفحشاء والمنكر. فإذا تناهينا عن الفحشاء والمنكر وطبقنا الآية التي جمعت كل ذلك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، جاء الخير وذهب الشر، وإلا كلما ذهب البعض منها أصبحنا في ضلع. ندعو الله أن يقوينا ويجبرنا من ذلك الضلع حتى نصلح ونصلح ونعيد تاريخنا، إنه سميع مجيب. جميل. شيخنا، في واقع الهزائم والتخاذل هذا الذي نعيشه، نسأل الله العون واللطف، هل تلمحون في الأفق مبشرات بانتصار المسلمين؟ يعني هل من مبشرات على هذا النصر الذي نرجوه؟ أنا قدمت كلمة ذكرت فيها إن حسن الظن بالله تبارك وتعالى من أهم ما نقوم به، وذكرت أن علينا أن لا نقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، وأذكره بل أذكرها الآن. أقول إني ألمح سببين ربما يكونان أول النصر إن شاء الله. أولهما أذكر أن التاريخ يعيد نفسه. الآن تألبت علينا أمم الكفر وساعدتها أمم النفاق، فما نحن إلا مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى في الأحزاب، وحينئذ نلتمس النصر من الله تبارك وتعالى. ثانيا، إن الخير يأتي متدرجا، فأنا أرى في تاريختان وأكشوط هذا، مرت أيام وأنا أمر بمسجد الأقصر، مسجد داود البصيري، لا يصلي فيه إلا رجال قلة، والدكاكين إلى جنبه كبار السن والرجال حوله يتناجون ويتبادلون المضاحك، هذا ينزل ضامة وهذا ينزل الكرت وهذا يتبعه عادي. الحمد لله، الآن إذا مررت به وجدته مكتظا بالمصلين ولا تجد تلك المشاهد. هذا خير يأتي تدرجا، أرجو من الله تبارك وتعالى أن يتدرج حتى يصل إلى القمة إن شاء الله تبارك وتعالى. تجد كثير من المسائل ألمسه يأتي رويدا رويدا. نعم. الخير يأتي ويتسابق، أعاذنا الله من الشر الذي يأتي غيره. يعني حين نعود إلى الهدي الأصيل. نعم. منبع بعودتنا. نعم. إن شاء الله بعودتنا إلى الهدي وبدعوتنا يأتي النصر، وهو بأخذنا بالأسباب. يعني بأخذنا بالأسباب وهو آتي إن شاء الله. وأول وأهم شيء أعتمد عليه رجاء ربي جل جلاله، وأن هذا الجسم الذي يسمى الإسلام وأهل الإسلام جسم لا يموت إلى أن يذهب الله رمضان، يمرض ولكن يقيد الله له من يداويه حتى يشتفي وينتصر إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، شكر الله لكم هذه الإفادة الطيبة. مشاهدينا الكرام، إلى حلقة جديدة من برنامج بصائر، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.